واخا تابعت رمدو. اذا النقابه الوطنيه للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضويه تحت الاتحاد المغربي للشغل تحضروا اليوم في معتصم حركه 96 لسكان إميدر متضررين من الحرمان من الحق في الماء من طرف شركة المعادن التابعة لأونا لمنجم إميدر منجم الفضة لإميدر. معنا اليوم مجموعة من المناضلين من المعتصمين القياديين للاعتصام، ومعنا اساسا عمر. قدم لنا راسك وعطينا شنو احد اعضاء لجنه الاعلام ديال الحركه على 96. نعم، نشكركم على الحضور معنا في المعتصم والدعم والتضامن. اود ان يعني تحدث عن القضيه ديال إميدر. سكنت إميدر معتصمة منذ 2011 من أجل حقوق اجتماعية اقتصادية. لا بأس أن نذكر بالمحطات التاريخية التي مرت على هذه المنطقة. 86 كانت هناك حفل بالترقيط، 96 اعتصام آخر من أجل حقوق في الشغل، في التعليم، في الصحة. ثم جاءت في 2011 من أجل نفس الحقوق التي تم تأجيلها لمدة سنوات ولأسباب غير مذكورة إلى حد اليوم، والساكنة معتصمة إلى حد الساعة دون حلول تذكر، دون معاملات يعني عقلانية ومحكمة من أجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف وينهي هذا الاحتقان الاجتماعي الذي يتم تأجيله لسنوات لعدة سنوات، مع العلم أن هذه الشركة تستغل هذه الأراضي منذ سنة 1969 وتستغل المياه على هذه الأراضي التي هي تابعة للنفوذ الترابية لجماعة إميدر. يعني ومن المفروض أن هذه الساكنات تكون من بين الأغنس المجتمعات يعني أو الجماعات لحكم تواجد يعني أحد الثروات الطبيعية التي هي الفضة. ولي لا بأس أن نتحدث قليلا عن هذه الأحداث التي جرت منذ 2011 إلى يومنا هذا، مع اعتقالات و يعني معاملات غير عقلانية مع جميع الحركة. 96 إذا 96 دمت يعني هذه الحركة 96 من جات هذه الحركة 96 شنو؟ حركة على ضرب 96 هي أصلا تسمية لاعتصام الساكنة سنة 1996 الذي دام 45 يوما وانتهى بتدخل يعني أمني تعسفي ضد الساكنة يوم 10 مارس الذي سنخلده بالمناسبة في 10 مارس في الأيام القادمة. هذه المطالب هنا يعني مسطرة في ملف حقوقي يعرفه الجميع، وقد نشرناه إعلاميا وقد وضحنا فيه كيف سنصور تصورنا للخروج بهذه المشاكل التي تعاني منها الجماعة في تصور خاص داخل ملف يعني مقترحات من طرف الساكنة في حلقية عامة تم الخروج به بكيفية الخروج من سلسلة المعاناة التي تعاني. نقاط الأساسية للملف؟ النقاط الأساسية للملف هناك الماء، التشغيل، الفلاحة، يعني الأرض، المعتقلين، الصحة، التعليم، مجموعة من الملفات التي يعني طالها النسيان وطالها اللامبالاة من طرف المسؤولين، وأيضا المرأة، معاناة المرأة والتلوث، المعاملة غير الإنسانية. أيضا يجب مثلا اتهام الساكنة بأنها يعني تسرق الفضة ومثل هذه الأمور لا تدخل أساسا في نطاق المسؤولية. مثل هذه الأمور يجب رد الاعتبار لهذه الساكنة لأنها أصلا متضررة، ليس لديها أي مصدر عيش للخروج من هذه المعاناة، والفلاحة تعتبر من بين الأساس التي تضررت في هذا الأساس. إذا حركة 2011 شنو ماذا فيها؟
يعني في حركة الفلاحين، الاحتجاجات، اعتقالات إلى غير ذلك. كان يعني تطور هذه الحركة ديال 96 في 2011 مع حركة 20 رمضان أصلا وعلى آخر. أصلا 2011 جت على أساس واحد الأزمة وقعت للسكينة من 2004 حتى 2011، وهي الأزمة ديال لما أن الناس ما كاين ما لاقينش في الروبيني ما باش يشربوا. جات 2011 وقع حدث انه طلبوا مشاو للشركه ما بغاش تخدمهم ورجعوا. كان واحد الثقه ديال الساكنه مجموعه واتفقوا انهم يديروا واحد الاحتجاج وانهم يقطعوا المال للشركه. من 2011 لدابا يعني كمعامله ديال المخزن انه الاعتقالات، انه كاين حوارات ان استنزافيه كتشوف انه كيفاش كيدايرها لجنه الحوار، كتشوف الشكل ديال الانسان وكيف داير، ما كتشوفش الحلول اصلا. هذه المعاملات هذه كاينين، الاعتقالات، الاعتداءات، احكام يعني جائره جدا. الناس كيطلبوا الحقوق ديالهم كيلقاو 4 سنين ديال الحبس، 5 سنين، 3 سنين. الناس ما كاينين اللي مازالين كيقراو وتشدوا ومشاو للحبس. هذا اصلا نعم. واحد التعامل اللي هو ناقص من اصلا من الدوله، ما ديروش هذا الناس. من بين هذه المعاملات هذه ديال 2011 كاين اللي اعتداءات اللي تعداو على المعتصمين، بحال ديال 3 ديال مارس انه وقت قايد ديال القيادات هز ديال السلاح الوظيفي للعيالات. هذا تعامل ناقص جدا لا علاقه له بالمسؤوليه. كيف تم اصلا ملي اصل باغي ندير اعتقال باغي نعتقلو؟ نعم. 3 1 مارس الاعتقالات ديال 1 مارس مرسل العنف في حق الدراري اللي تشدوا، في حق العيالات اللي باغيين يعرفوا المشكل علاش باغيين يشدوهم كذا وتمرس عليهم الاعتداء. كاين اللي زين اعتقال الشباب واعتقال النساء كذا. اعتداء على النساء. الاعتداء على النساء او نعم. اعتقال الشباب. نعم اعتقال الشباب. نعم كاين مثل هذه الممارسات هذه. نعم هذه الممارسات كلها علاش؟ نعم. الاسباب ديالها علاش؟ في عوض انها دير في بلاصتها شي حلول، تعاملات، حوارات، تواصل، نشوفوا الحلول، نشوفوا كيفاش البدائل، جميع الامور، القطاعات اللي كاينين في الفلاحه، في الماء، في التلوث، في التعليم، في الصحه، نشوفوا شي امور اللي هي انها نخرجوا بها بهذا المشكل، في عوض اننا نتعامل بالاعتقالات والاعتداءات والعنف والترهل والتماطل. هذه اولى امور تمارست في طول 3 سنين، 4 سنين ديال 5 سنين. هذا حنا غاديين في 5 سنين ديال النضال. مثل هذه الممارسات مازالين. نعم. نورمالمون خص تبدل الدوله التوجه ديالها، تبدل الشركه التوجه ديالها. الناس راه عارفين واعيين علاش معتصمين وعارفين علاش خارجين. نعم. كتسناهم انهم هاد الناس هادو بحال اللي كيدعمهم شي واحد ولا انهم كيعطيهم شي افكار كيجيهم من السماء ولا ما عرفت شنو. لا نو، هاد الناس هادو عارفين علاش معتصمين هنا، عارفين الحقوق ديالهم، عارفين التعويضات اللي مشى لهم، عارفين الشركه بان كاينه الهيش كتستغل الثروات ديالهم، الماء والارض، وهذه التعويض خصو يجي بالخدمه، بالصحه، بالتعليم، وهذه امور اجتماعيه اقتصاديه باينين. لا ما نمشيو بعيد نحللوا السياسه، هذه ندخلوا شي في شي حتى كنصدقوا في الازمات تموت. اذا كاين دابا هذا التاويل ديال الدوله واجهزه ديال القمع ديالها باش تدخل انه هناك هذه سياسه ما سياسه الى اخره. هذا الشيء راه معروف عندهم انهم كيديروا مطيه من اجل التدخل. اذا انتم كترفضوا هذا النوع ديال هذا التاويل، كترفضوا انه انتم يعني ان هذا الاعتصام ديالكم هو من صلب معاناه الفلاحين، من صلب وعي الفلاحين وتنظيمهم الذاتي. بحال هكا نيت. نعم. نشوف ببساطه المشكل البسيط. نعم نعم ما نعمقوش المشكل، كنبغيو نشوفوا واحد المشكل كي داير باش نمشيو ليه للعمق ديالنا نحلوه. كنكبروه بهذيك الناس راه باغيين شي حاجه، راه عندهم خلفيات سياسيه ولا عندهم ايديولوجيات ولا هذه. الناس كاينين فيهم العيالات ما عارفينش السياسه، كاين فيهم الدراري الصغار اللي يتحملوا المسؤوليه، الشباب المعطل اللي ما عندوش ديبلوم اللي ما كذا باغي يخدمه كذا. نحاولوا هذه الامور تاكل تكون سياسه. نو، الناس راه باغيين خدمه، باغيين الشغل، باغيين الصحه، السبيطار ما كاينش، التلوث كضرهم، الفلاحه كتضر، ذاك الانتاج اللي كيشدوه من قبل ما كيبقى كيشدوه، ما عندهمش شي مصدر اخر ديال العيش. هذه الامور كلها خاصها تبدل. اذا
ذكرتي جوج مسائل اساسيه في هذا، هي مساله ديال الماء، قطع الماء من طرف الشركه. مساله ثانيه هي مساله التلوث، يعني على المنطقه بغينا نفهموا اشنو اش كيعنيو هاد جوج قضايا عندكم بالنسبه لكم. القضيه ديال الماء ان اصلا الاميضار كان في الموقع الجغرافي ديالو، كانت الشركه كتاخذ الماء كتقرب شويه بشويه، كانت كتاخذها في واحد الجاليه حدا غير لا زون ديال الشركه، كانت جات ل 86 خذتهم بواحد الطريقه تاع السفيه من 86 ومازال كتهزهم حتى دابا. في 2004 كان واحد لين كبير مورا سميتو مورا الدواوير ديال الاميضر، هما عايشين تحت هاد البلاد ديال من دوار سبعه الدواوير ديال الاميضر تقريبا شحال من الساكنه تقريبا 7000 نسمه تقريبيا، ما كاين شي احصاء انا رسمي اللي كنقول. نعم. في 2004 جاو لهاد النقطه ديال اللي فوق الناس واللي فيه واحد لين ديال الماء اللي كيزودهم في الفلاحه ديالهم بالابار ديالهم، داروا واحد الثقب ديال تزويد الشركه بالماء، وهاد الثقب هذا تم بواحد الطريقه اللي هي نقولوا طريقه سريه لحقاش ما الناس ما عارفينش، ما واعيينش بالمشكل ديال الناس، ما واعيينش بالمشكل ديال المشكل ديال انه التاثير ديال هذا الثقب هذا على الماء من بعد، وهذا الشيء اللي جا من بعد اللي عطى لنا بحال هذا الاحتجاج هذا وهذا. 2004 اذا الناس ما بقاوش كيفلحوا، تأثير الفلاحة باين نيت على الأرض واقع، كتشوف شي أشجار شي أشجار اللي كانوا قبل. نعم. تاخذ الشركة ولا لي زيسباس. نعم. اللي كانوا خضرين قبل ما تاخذ الشركة. ايه. يعني شي حاجة اللي كتشوفها من المناطق اللي كانت زراعية كتزرع كميات ديال مثلا الحبوب وهذيك كتنقص. ايه. الزيت وكذا وهذه المنطقة اللي تحت اللي قلتي ديال 600 واش كانت منطقة زراعية؟ اي كانت فيها ضيعات فلاحية اللي كان فيها كميات ديال مزارع ديال الفلاحين اللي كيستافدوا فيها واحد النسبة اللي مهمة جدا. اذا تقطع من تقطع الماء من اللي استغلوه في 86 اي تراجع عن الصبيب ديال المياه واصلا هذوك الابار ولاو نجفوا. اذا بالنسبة للتلوث ديال الشركة هذه شنو؟ التلوث ديال الشركة اصلا كنقولوا حنا انه تضررنا من الشركه كان كيظهروا فينا امراض. نعم. في المجتمع ديالنا وفي في الناس اللي كنتعاملوا معهم اصلا من الدواور ديالنا وكنعرفهم كيعرفونا. كتشوف فيهم امراض ما كانوش قبل. نعم. بحال مثلا انه الناس كيموتوا بسكتات قلبيه مفاجئه. كيبقى بنادم كتريح معاه كيموت ديريكت. كاينين بحال هاد الحالات ماشي غير وحده باش نقولها، راه بحال ولا جوج ولا ثلاثه. نعم. مجموعه من الحالات بنفس الطريقه. نعم. وكاين امراض ديال الجيل العيون اصفرار الاسنان الاعراض اللي كنشوفوها. التلوث هذا منين كيجي بالضبط وكيفاش كيجي؟ يعني في سميتو الفضلات اللي كيخلفوها ديريكتومون فوق الارض. كاين مناطق اللي قريبه عندكم حدا المنجم كاينين فيها مواقع كبيره. آه. جدا مواقع كبيرة ديال ديك الفضلات اللي كتخرج من المنجم كترمى فوق ديريكتومون فيها في الارض وفيها مواد سامة جدا. وكان حتى بالنسبة للبرد وهذا اللي يمكن كيجيب الرياح كتاخذ داك الغبار كتجيبو ديريكتومون للجنان ولا كتجيبو للملان كياخذ في الاكسجين ديالو. وكاين فيه ديك الشيميني الشيميني كيستعملوا فيها مواد سامة جدا اللي كتمشي لسميتو. بحال السيانور الزئبق وهذه راه مواد كتستعمل في التعدين راه. مواد سامه جدا ما خاص تعامل بهذه الطريقه ديال انها تلح فوق الارض الغبار كدير الناس شي خطرات كتمشي للريح للجهه وشي خطرات كتدي للجهه، يعني ديما بنادم كيتاثر من هذا المشكل ديال الغبار. نعم. الغبار والمواد السامه. اذا هذا الاعتصام ديالكم بطبيعه الحال هو مستمر بالقوه ديال الفلاحين والقوه ديال الايمان ديالهم بالقضيه ديالهم يعني والتنظيم ديالهم الذاتي اللي نبات من المعاناه ومن بات انهم واحد الصراع حقيقي، يعني هما ماشي هو مجرد وانما من الواقع من المصالح ديالهم اللي مشات اللي هي المال اللي هي الزراعه التهديدات اللي كتكلم عليها ديال التلوث ديال هذا يعني القامه كذا الى اخره.
واش كاين جهات اخرى اللي هي خاصها، يعني اللي هي منظمات حقوقيه، منظمات نقابيه الى اخره، اللي هي كالضمان، يمكن تسمع الصوت ديالكم شنو كيفاش انتم ما يكونش بوحدكم تبقاو. اولا في النضال ديالي مي في جميع الشرائح الاجتماعيه، ماشي غير في البحث، نعم، في النساء وكذا والاطفال. احنا قبل ما ملي جينا المعتصم، واللي ملي عدنا الاعتصام المفتوح، عندنا واحد الهدف، وهو انه نحققوا تعويضات ونحققوا حقوق ديال الناس اللي انهم مشات لهم شحال هذه، تجي من الشركه ديال نصفهم، الشركه ديال معالي الاميره، ومشات دازت واحد المده ديال الحوارات، وما ما قدموش شي حاجه اللي هي اللي ترضي الناس، واللي تكون اصلا تكون شي حاجه اللي هي مقنعه للناس انها تخرج من المشكل. ومر هاد المجموعه ديال الحوارات، قطعت الشركه الحوار مع السلطات اللي كيتحملوا المسؤوليه، وداروا شي امور ديال بعد شي اتفاقيه اللي هي لا علاقه لنا بها. تعرضنا لهذ الامور هذه، من بعد الناس علموا انهم يستمروا في الاعتصام حتى يحققوا اهداف ديالهم، اللي انهم مسطينا في واحد الملف حقوقي. هاد الاهداف هذه التعامل معها بجديه وبعقلانيه هي السبيل الوحيد للخروج من المشكل، ماشي غير ان احنا كمعتصمين، ولكن اصلا الدوله راه الاعتصام هذا اللي مازال مستمر راه 5 سنين، مشكله تالي هما راه مشكله اصلا تخليو واحد الاعتصام ياخذ هذه المده هذه على اساس حقوق اقتصاديه واجتماعيه جميع المسؤولين اللي كاينين في سميتو في المغرب. نعم. جميع المؤسسات، لا العماله، لا الجهه، لا الاقليم، لا كذا، خاصهم انهم يتعاملوا بواحد ومنظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني اصلا حتى هما راه عندهم دور الضغط على هذه المؤسسات ديال الدوله، انها تشوف شنو هو المشكل، واش عطات شي حاجه فعلا، واش عطات الشركه شي حاجه، واش ما عطاتش شي حاجه، نقارنوا نشوف واش عطات، اش هجزات مثلا في هذه الارض هذه، نشوف كي دايرين، ندير شي غير شي تحقيق للناس كي عايشين، واش عندهم، واش عاطين. انا ساهموا بالارض وساهموا بالماء، اش عاطين لهم انتم؟ نقول راه كاين الاحتجاج، راه عطيت له شي حاجه، اجي نقارنوا هذا الشيء. اذا في ظل هذا التجاهل اللي قلتوه، هو التمادي ديال الدوله والاجهزه ديالها واخره، في ظل هذا الوضع، كيفاش كتشوفوا انتم التصور ديال الاستمرار ديالكم من اجل تحقيق هذه الحقوق؟ هذا التصور ديالنا الاستمرار ديال الحقوق كيجي بنقاشات اصلا ديالنا. كاين حلقيه عامه اكرا، وكنسموها اكرا، وكتكون هذه الحلقيه هذه هي المؤسس ديالنا، ولا الاطار اللي غادي يخلينا اننا نديروا امور تصعيديه او خطوات اخرى، او اتخاذ امور اخرى في ظل التجاهل هذا، في ظل التعامل اللامسؤول، يعني امور تصعيديه او تعاملات ممكن ان ستاتي في المستقبل، او في ينطبق هذا الامر على امور داخليه ستطول في حلقيه العام والسكينه. هذا شكرا.